قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راج عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آليف وأختها واهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا. لضراسا من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرافيه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفاتح مصماتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص ساكت، شديدها لفظ أجد قاط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطب جاد واللين. واو وياء سكينا وانفتحا، قبلاهما وال انحراف صححا. في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا واصلا. وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف. وهمز الحمد أعوذ اهدنا،
الله ثم لا ما لله لنا. والياء تلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصات ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات نجت الثتوى حج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسينا مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث ساكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرات ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخي من لام من اسم الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لطباق أقوى نحو قانا والعصا، وبين الإطباق من أحط مع باسطت، والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا، وخلي صنفي تاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصا، وراعي شدة بكاف وابتا، كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى وآب، في يومي مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لا ضاشوا واضو كظم ظلاما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاوى عط سوى، عيضينا ظل النحل زخروف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعارانا ظلوا، يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بي ويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقى البيان لازم، أنقض ظهرك يا عض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفيها جباههم عليهم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الآداء، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي.